السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. أنا الآن بساحة التحرير في بغداد، وخلفي أحد الأخوة المعتصمين اللي يشكل على المعتصمين، يقول يعتصمون فقط في يوم الجمعة أو فقط في النهار، وحسب تعبيره كان يقول أسميهم معتصمين السيلفي اللي يأخذون فقط صور. وجزء من كلامه عجبني. الحاج احمد صار لك ايش قد هنا؟ 21 يوم لي بالاعتصام صباحا وظهرا وليلا، يعني مستقر في هذا المكان. قدمت رساله للمتظاهرين. انا اقدم رساله واطلب من المجتمع الاخلاق، لان الاخلاق اساس كل شيء. أحسن. اذا كان الاخلاق موجود، انا صحيح رافع هذه القطعه لحل البرلمان، لكن انا اتمنى ان تتحلى او انا اتحلى بالاخلاق، وعلى الجميع ان يتحلى بالاخلاق، لان الاخلاق هي الطريق الصحيح الوحيد لحل كل مشاكل هذا البلد. انظروا الى اوروبا يا اخي، ليسوا مسلمين لكن عندهم اخلاق، ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الاخلاق يا اخوان قبل كل شيء. اوكي حج احمد، من الله. حج احمد اتصل بك احد من الحكومه، احد من قنوات وبعض القنوات العربية والأجنبية تأخذ لقاءات معي، وبعض القنوات بالمناسبة الحكومية يجي يطلع تليفونه وياخذ معي لقاء تليفوني ويقول له ما أقدر أسوي لك لقاء بالكاميرا لأني بطلوني، يجي يتكشف، واللي يجي ياخذ معي صور ويروح، ماكو نتيجة. أنا أريد ناس تجي أن تقف معي تعتصم هنا، لكن للأسف لحد الآن لا يجي. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أصدقائي الأعزاء السلام عليكم. أريد أحشيكم بربوره صغير وانا بالله بقلبي ما ريت تدخل قلبي. مع الاسف، يعني مع الاسف انه احنا حكومتنا راح تصير مثل نكته جميله عندنا بالعماره، عند الحجيه ام خالد. حجيه ام خالد من الناس الطيبين جدا جدا من العماره، دخلت هي عجوز كبيره، دخلت للاميه تعلمت تكتب دار. اول بدايه كتابتها تعلمت تكتب دار، فصاحتها المعلمة قالت لها تفضلي على الصبورة كتبي، فكتبت دار، فكتبت دا بدون أر. فمن وهي راجعة المعلمة صاحتها قالت لها وين أم خالد، باوعش كتبتي؟ فباوعت أم خالد، لقيت نفسها كاتبة بس دا، دارت وجهها على زميلاتها العجائز اللي يتعلمن الكتابة، فتقلهن شفتن الله نسيت الأر. هسا احنا حكومتنا ناسية الأور. شوف هذا الخلف، الرجل هذا يعني ما لازم يهمل بهذه الطريقة. صار له 21 يوم، يعني في كل العالم تكون هنا، يعني بعض الجهات، يعني أنا أتمنى حتى من جهات الفعاليات التنظيمات المدنية تجي تهتم بهذا وتجعل من قضيته متبنى إلها، حتى يطلع من عدة شيء، حتى لا نتعود مثل وقت ذاك السابق مجرد ناس تجي تقعد بالقهوة تدردم على صدام حسين وتحكي وكذا وخلص، يروح يقعد بالمطعم ويحكي ويا صاحبه بسكوت وخلص. اجى هذا الرجال هسه صار له 21 يوم، يعني 21 يوم الحكومة خلي تلتفت التفاته، مو هذا واقف بساحة التحرير العراقية، ساحة التحرير اللي هسه كل العالم قاعد يصورها كل جمعة وكل المناسبات. أتمنى من الحكومة العراقية أنه ما تهمل هذا الرجل حجي أحمد أو ما أعرف شو اسمه، مثل ما أم خالد نسيت الأرض وتقول للزميلاتها شفتنا الله نسيت الأرض. شكرا أعزائي.